كله هذا طلب مننا ايش بقى Thank you.
archéologie, biologie. Et à partir de là, c'est donc il y a des conseils, mais on n'a pas compris parce que il y a des tables qui sont réalisées. Ça permet donc de plusieurs mètres en temps. Donc ça, c'est surtout pour la grande question. Pour sauver une autre vie. Hein. Bon, là, il y a des logiciels aussi, de bon écran, n'est-ce pas? نفهم كاميرا هيا روح افونسي يا جماعة الخير افونسي لا هذي مش متقبلونيش الله يرحمه
بها ديك الصحة الله يحفظك معليش زين معليش معليش ما عندي غير الصورة هذه وصايي هيا روح هدي الصورة اللي عندك هيا روح يقرب شوية مانيش قاد بوح يقرب حوس انا معليش اذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد ولي ولاية مستغانم السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية مستغانم السيد مدير جامعة مستغانم عبد الحميد مباديس السادة النواب بغرفتين السيد قائد القطاع العسكري السيد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني السيد رئيس الندوة الجهوية للغرب السادة مدراء الجامعات ومدراء المدارس السادة النواب مدراء الجامعة السادة العمداء السادة عمداء كلية الطب زميلاتي زملائي الأساتذة أبناء الطلبة السادة الضيوف مع حفظ الأسماء والألقاب مرحبا بكم ونتشرف اليوم بهذا اللقاء الذي نحظى به هنا بجامعة مستغانم إثر زيارة عمل وتفقد للسادة الوزراء إذن بدون إطالة نرجو منكم الوقوف لاستماع النشيد الوطني السيد الفاضل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد الموافق له السيد الفاضل والي ولاية مستغانم السيد الفاضل رئيس مجلس الشعب الولائي السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتين السادة أعضاء أسلاك الأجهزة الأمنية لولاية مستغانم السادة المدراء المركزيون السيد رئيس اللجنة الجهوية لجامعات الغرب الجزائري السيد مدير الصحة لولاية مستغانم السيدات والسادة النواب مدير الجامعة وعمدة الكليات ومسؤولو الجامعة ضيوفنا الكرام السيدات والسادة أعضاء أسر الجامعية من أساتذة وعمال وطلبة السيدات والسادة رجال الصحافة والإعلام ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوني أيها السيدات والسادة نيابة عن أسر الجامعية جمعاء أن نرحب بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والوفد المرافق لهما فنقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا في رحاب جامعة عبد الحميد بن بلبيس المضيافة والتي تزدهي وتحتفي بهذه الزيارة العملية المصادفة بالتحاق طلبتنا الأعزاء من مقاعد دراستهم لاستقبال الموسم الجامعي 2019-2020 في ظل تحسن الظروف الصحية التي تمر بها البلاد على غرار بقية دول العالم السيدات والسادة الفضليات والأفاضل لقد شهدت جامعة عبد الحميد بن بلبيس عبر محطاتها المختلفة منذ إنشاء المعهد التكنولوجي للزراعة لعام 1969 مرورا بتأسيس المركز الجامعي عام 1978 وصولا إلى إنشاء جامعة مستغانم سنة 1998 طفرة كبيرة من في التنامي المتزايد والمتواصل للمنشآت والهياكل البيداغوجية والبحثية وفي التزايد لتعداد الطلبة والأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات والميادين وتشجيع التكوين في الداخل والخارج وتطوير التعاون وطنيا ودوليا في ظل حسن استعمال الرقمنة وتعميمها وترسيخ
ثقافة الحوار البناء والفعال مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وترقية البحث عبر المنصات الافتراضية وتيسير وسائل التواصل لأشياء التعليم عن بعد. وهي جامعة عبد الحميد المنبديس تنعم بتكوين وتعطير عدد متزايد من الطلبة، حيث بلغ تعداد أكثر من 28 ألف طالب يؤطرهم 1300 أستاذ في مختلف التخصصات والشعب و 2200 موظف. يوجد على مستوى الجامعة 34 مخبر بحث ومركز لتكثيف اللغات ودار المقاولاتية وخلية الجودة ومركز اليقظة البيداغوجية ومركز التكوين المتواصل ومكتب التنسيق بين الجامعة والمؤسسات. تتكون جامعة مستغلين من 9 كليات ومعهد للتربية الرياضية والبدنية، وآخر كلية أنشئت في الجامعة هي كلية الطب، أنشئت سنة 2012 والتي تضم حالياً 956 طالب يشرف على تكوينهم 36 أستاذ جامعياً استشفائياً، وهي تجني ثمار تخرج أول دفعة منها في جوية سنة 2019 بتعداد 71 دكتور في الطب. كما أن الكلية تضم منذ 2016 مركزاً للمحاكاة الطبية مجهزاً بأحدث الوسائل والتقنيات في المجال الصحي يضمن تكوين النوعية لطلبة الكلية، علاوة على العديد من الأنشطة العلمية التي تنظم سنوياً لمناقشة مستجدات الطب من خلال استضافة العديد من الخبراء والدكاترة في شتى التخصصات. السيدات والسادة الفضليات والأفاضل، وإيماناً منا بدور الجامعة في الاستجابة لاحتياجات المجتمع، قامت جامعة عبد الحميد بن باديس بتجهيز وفتح مخبر جديد للكشف عن فيروس كورونا والذي وضعته تحت تصرف الهيئة الصحية. وبهذه المناسبة أشكر كل من ساهم وساعدنا في إنشاء هذا الصرح الطب. مرة أخرى أجدد الترحاب بكم أيها الضيوف الكرام، متمنيا لكم إقامة طيبة ومتمنيا لجامعة مستغاليم المزيد من النجاح والرقي، سائلا المولى عز وجل أن يحفظنا من هذا الوباء ويحفظ بلدنا الجزائر من كل سوء ومكروه ويدين علينا نعمة الأمن والأمان، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وتحية الجزائر. شكرا لكم. شكرا سيد وزير جامعة مستغرب. الكلمة الآن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفضل. الشعبي الولائي لولاية مستغانم، سيدات والسادة أعضاء البرلمان بوفاته، السادة أعضاء اللجنة الأمنية لولاية مستغانم، سيد رئيس الندوة الجهوية لجامعة الغرب، سيد مدير جامعة عبد الحميد بن باديس، السادة رؤساء المؤسسات الجامعية لولاية مستغانم ومدير الخدمات الجامعية، السيدات والسادة أعضاء المجلس العلمي الموسع للجامعة، زملاء الأساتذة والباحثين، أعزائي الطلبة، سيدات والسادة عمال وموظفي الجامعة، سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، سيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود بداية أنا أتقدم بشكر جزيل للسيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على حضوره معنا في هذه المحطة المهمة من زيارة لولاية مستغانم. كما أود أن أتقدم بتحية خاصة إلى كل مكونات الأسرة الجامعية لجامعة عبد الحميد بن باديس وفي مقدمتها السيد مدير الجامعة على دعوتهم الكريمة لنا لحضور عدة من الفعاليات والوقوف على بعض الإنجازات المبتكرة في مدينة مستغانم لؤلؤة المغرب العربي التي أبدعت في مجالات مختلفة من العلم والفن والفكر عبر التاريخ، فكان منها العلماء والفنانون والمفكرون والمؤرخون والشعراء والأدباء مدينة ما توانت ولا تراخت فيها العلم بقية القارة وفي وسط البحث الشامخة ومعبر. سيدات والسادة، يجرى هذا اللقاء وقد شرحت في النشاطات البيداغوجية لإنهاء السنة الجامعية 2019-2020 في ظل وضعية صحية غير مسبوقة عرفتها بلادنا على غرار بلدان العالم من جراء تفشي وباء كورونا كوفيد-19، وعلى الرغم من عدم امتلاك مؤسستنا الجامعية لرصيد من الخبرة والتجربة في مواجهة
أو دعم مماثلة، إلا أن المعطيات الميدانية تشير حتى الآن أن عملية استئناف النشاطات البيداغوجية جرت في ظروف مقبولة في انتظار نتائج التقييم الشامل الذي شرعت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأوضاع الصحية الحالية أظهرت أن تعزيز الأمن الصحي وسلامة المواطنين هي مسائل باتت تندرج ضمن أولويات الأمن القومي للأوطان والشعوب، لأن الأوبئة والأمراض المعدية والمتنقلة أصبحت تشكل تحديات واضحة لأمن البلدان ولها تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول بأننا من خلال الشروع في تحسين برامج وأساليب التكوين في العلوم الطبية نكون قد قمنا بعملية استباقية تدخل ضمن رؤية استشرافية لجعل المسارات التكوينية في الطب تستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية المتسمية بظهور أجيال جديدة من الفيروسات والأمراض. في هذا السياق فإن الإصلاح الذي شرع فيه فرع الطب والذي دخل سنته الثالثة من التطبيق قد أدرج تحويرات جوهرية على محتويات ومضامين برامج التكوين في هذا الفرع، والتي تضمنت ما بين تعزيز القيم بإجراء التربصات الميدانية والتطبيقية على مستوى كل المؤسسات الصحية والاستشفائية. وفي هذا المقام أود أن أعرب عن خالص الشكر والعرفان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على مرافقتها القوية والداعمة لهذه الإصلاحات التي عرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على صعيد إصلاح مسارات التكوين الطبي، وعلى ما وضعته من إمكانيات مادية وبشرية تحت تصرف طلبتنا لتمكينهم من إجراء التربصات التطبيقية. وسأقوم اليوم رفقة زميلي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين القطاعين تخص أولهما تأهيل الهيئتين العمومية للصحة كميدانين للتربصات بالنسبة لطلبة التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية، وكذا تكوين الممارسين العامين والمتخصصين في الصحة العمومية وتأطيرهم ومكافأتهم بصفة مشرف على طلبة في فروع العلوم الطبية الثلاثة، فضلا عن تكوين الممرضين الحاصلين على شهادة جامعية الذين يشرفون على تربص التمريض لفائدة طلبة الطور الأول للعلوم الطبية. وتخص الاتفاقية الثانية إرساء تعاون وثيق في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك من خلال وضع برنامج عمل قطاعي مشترك لمجابهة جائحة كوفيد-19، وذلك بدعم مخابر البحث الجامعية للكشف والتشخيص باستخدام تقنية PCR بعد تأهيلها من قبل معهد باستور بالجزائر، وكذا ترقية دور البحث العلمي وتعزيزه في مجال تصميم وتطوير كواشف الفحص لتعزيز قدرات المؤسسات الاستشفائية على إجراء الاختبارات ذات الصلة. إن هذا التعاون سيتواصل مستقبلا وسيتعزز أكثر بفضل وجود زميلي الأستاذ بن بوزيد على رأس قطاع الصحة ليشمل مجالات أخرى من أجل بناء شراكة قوية وتحيين العدة التنظيمية والقانونية التي تنضم دراسات والتكوين التطبيقي بما يعزز مهارات أطبائنا وأساتذتنا لمواجهة التحديات المطروحة إن على المستوى التكوين أو على مستوى الممارسة الطبية. سيدات والسادة، إن التحديات التي تواجهها الجامعة في المرحلة القادمة تتطلب من كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية العمل على بلورة رؤية إصلاحية متكاملة غايتها بعث ديناميكية جديدة في مجال التكوين والبحث والابتكار وخدمة المجتمع تمهيدا لتوفير متطلبات جامعة الغد القادرة على مسيرة التحولات الجارية والاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة. وفي هذا الصدد فإن مسألة تشغيلية خريجي التعليم العالي
تتبوأ مكانة مميزة في برنامج عمل القطاع. إننا نعتقد أنه قد حان الوقت لتفعيل علاقة الجامعات بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي من خلال العمل على مأسسة هذه العلاقة وتطوير كل أشكال التواصل مع المؤسسة، سواء في إطار إبرام اتفاقية شراكة وتعاون أو في إطار دعم الفضاءات الميدانية لإجراء تدريب طلبة في الوسط المهني. وفي هذا السياق فقد تم إبرام اتفاقية إطارية بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تهدف إلى تثمين الأفكار المبتكرة وتطوير الثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي. وكان من نتائج تجسيد بنود هذه الاتفاقية ميدانيا أنه تم إنشاء 78 دار للمقاولاتية عبر مؤسسات التعليم العالي، وهي عبارة عن هيئات مرينة تقع داخل الجامعة وتتمثل مهمتها في تحسيس الطلبة وتكوينهم وتحفيزهم وضمان مرافقتهم من أجل إنشاء مؤسسات ناشئة ومصغرة. إننا متأكدون كذلك أن وجود وزارة منتدبة تعنى باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ستفتح آفاقا جادة أمام طلبتنا الذين هم بسنوات التخرج ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم المهنية المستقبلية، وكذا مرافقتهم من خلال حاضنة الأعمال ومشاتل المؤسسات لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتجسيد في الميدان. ومن جهة أخرى سنسعى إلى تشجيع البحث التطويري ضمن مفهوم البحث بناء على الطلب عبر توقيع عقود بين الجامعات والمدارس ومراكز البحث من جهة والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من جهة أخرى، وذلك في إطار الانتقال من البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي الهادف إلى تحقيق نمو اقتصادي منسجم ومستدام. سيدات والسادة، كما تعلمون فقد شرعت مؤسسات التعليم العالي في استقبال الطلبات تدريجيا منذ 19 سبتمبر 2020 وفق نظام حضوري يراعي تنظيم الطلبات في التدفقات في ظل احترام صارم للتدابير والإجراءات الصحية والوقائية التي تضمنها البروتوكول الصحي المعد لهذا الغرض، مما يمكن من المحافظة على السلامة الصحية للطلبة والأساتذة ومستخدمي الإدارة والبيداغوجية وكل عمال الخدمات الجامعية. وتجدر الإشارة إلى أننا حرصنا في تنظيم عملية استئناف النشاطات البيداغوجية على أن تخط كل مؤسسة جامعية في إطار الاستقلالية الممنوحة لها بعين الاعتبار التدابير الوقائية والصحية التي تراها مناسبة في ظل الوضعية الوبائية السائدة في المدينة التي تتوطن فيها، بما يضمن المرونة الضرورية للتعامل مع كل الوضعيات المستجدة. واغتنم هذه السانحة لأدعو كل مسؤولي المؤسسات التعليمية والخدماتية لمضاعفة الجهود واليقظة والتحسيس ومواصلة التنسيق بين مختلف الهيئات والمصالح المعنية والتشاور مع الهيئات الصحية والسلطات المعنية في إطار تفعيل عمل الخلية المتابعة مع التركيز خاصة على استغلال الأمثل للزمن البيداغوجي المتاح من أجل استكمال السنة الجامعية 2019-2020 والاستعداد الجيد للدخول الجامعي المقبل. وأود أن أؤكد على وجه الخصوص على أهمية تطوير مختلف أنماط التعليم عن بعد والعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الجامعية في هذا الشأن، اعتبارا لكونها خيارات بديلة أثبتت نجاعتها وجدواها من جهة، وتحسبا لما قد يؤول إليه الوضع الصحي مستقبلا من جهة أخرى. وبهذه المناسبة أتوجه لتحية خاصة تحمل كل معاني الاعتزاز والافتخار والتقدير للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لما أظهروه من روح التضحية والتفاني ولما قدموه من جهد خالص في تصديهم غير المسبوق لهذا الوباء الخطير الذي قل نظيره، وهو من أجل إنقاذ الأرواح وتوفير الأمن والسلامة الصحية لكل أبناء الشعب الجزائري، وهو الصنيع الذي سيبقى راسخا في الذاكرة
الجامعية للجزائريين. ولا يسعني قبل أن أنهك من كلمتي هذه إلا أن أؤكد مجددا على أهمية تكثيف الاتصال والتواصل مع الأسرة الجامعية من أجل تفهم الوضعية الاستثنائية التي تعرفها الجامعة الجزائرية، وكاد التواصل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي عبر كل الوسائط الإعلامية المتاحة بما في ذلك شبكة التواصل الاجتماعي من أجل التحسيس وإرساء مناخ من الثقة والاستقرار بما يمكن الجامعة الجزائرية من أداء مهامها الأساسية في كل الظروف والأحوال. وأدعو مديري المؤسسات التي تملك وسائل وقاية بكميات معتبرة إلى مساعدة مؤسسات أخرى في إطار التعاون والتضامن بين الجامعات، كما أدعو مسؤولي المؤسسات إلى ممارسة سلطتهم التقديرية من أجل ابتكار كل الآليات والحلول البديلة مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، والحرص على في ذلك على الإشراك الفعلي لكل أعضاء الأسرة الجامعية في إطار ترقية المقاربة التشاركية. أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إذن بدون إطالة نمر إلى إمضاء الاتفاقية. هي اتفاقية تأهيل الهياكل العمومية. كذلك لدينا أول دفعة في التخصص، وبالمناسبة نشكر كثيرا كل من ساهم من قريب أو من بعيد على تفعيل مثل هذه الاتفاقيات، على القيام كذلك بالتسيير والتنظيم. تفضل. لازم نغادروا بعد زيارة. أقول لكم حقيقة من الداخل جو سويز اكسترامون امبرسيوني.
la qualité d'avoir des personnes, des personnes, نوعية مستوى الخدمات وكل شكل صراحة نحن في الحقيقة عايشة في الجزائر في العاصمة نعتبر أن كل إمكانيات موجودة إلا في العاصمة وكل الكفاءات هذا شيء غلط ولاحظت في عدة زيارات اللي عملتها في الجزائر الجزائر كبيرة والجزائر عندها قيمة كبيرة بفضل نساء أو رجال إذن قبل ما نغادر كانت لي فرصة أن أزور المستشفى وانطلقنا مع بعض في شرح المستشفى اللي يكون قطب جامعي ولاحظت أن فيه مركز لمعالجة السرطان بالأشعة دونك دو زاكسيليرات فيه دو بونكير إذا الخدمات انطلقت وبقاو كل دو زاكسيليراتور والخبر اللي لازم على الاقل كي نغادر يكون الخبر مليح وروح بصوره مليحه وروح قلبي فارح ان شاء الله ان شاء الله لي دو زاكسيليراتور جو فري تو بور كيل سوا اكي سور سور لو فون سبيسيال كانسير دونك هذا واش الواحد بها ليا هذا الواجب نتاعي هذا ماهوش شيء هذا مطلوب مني الحقيقه هذه مهمتي وهذه خدمتي ان شاء الله مستغل وولاية وكل ولاية مجاورة إن شاء الله السيد الوالي أنتم انطلقتم في الجيني سيبيل وكل شيء واصلوا في الجيني سيبيل أما الأجهزة اللازمة وتكون من الأجهزة ذات مستوى عالي أجهزة حالية أجهزة ما تكونش من أجهزة القديمة إن شاء الله مواطنات ومواطنين اللي ما نتمنى لهمش بالطبع يكون عنده هذا المرض الخبيث لما إذا قدر ربي يكون واحد عنده مرض ويحتاج العلاج في أجهزة المسرعات والعلاج الإشعاعي إن شاء الله نعمل كل شيء باش نقدم هذه المسرعات هذه إن شاء الله في الفون سبيسيال كونسيل السلام عليكم في الحقيقة هذا اللقاء اليوم كنا برمجناه مع وزير الصحة باش تكون خرجة لتدخل في إطار شراكة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وهذه تدخل في إطار تدعيم كلية الطب بمستشفى المستشفى اللي زرناه اليوم واللي بيكون مستشفى جامعي ويكون تدريجيا يكون فيه تخصصات هذه الفرجة وشفتوا الآن كذلك عند إمضاء الاتفاقيات شفتوا بلي في اتفاقية فيما يخص التكوين وفي اتفاقية فيما يخص البحث العلمي وهذا يدخل في إطار شراكة بين الوزارتين كنا كذلك زرنا لو سونتر دو سيمولاسيون اللي شفناه وهذا كذلك يدعم كثيرا كلية الطب من إمكانيات والأجهزة والتقنيات الجديدة وهذا يكون يتباشر مع كذلك الأجهزة المنتظرة في المستشفى الجامعي اللي يستقبل عن قريب وكذلك وقلنا باللي يكون فيه اتفاق بين الكلية والمستشفى لإدراج كل التخصصات تدريجيا في هذه العلاقة نظن هذه العلاقة الأولى من هذا النوع وان شاء الله نكرسوها وتكون في كل الاطارات تكون في التكوين نجمو نتكلموا على كذلك تخصصات جديده اللي نجمو نقوموا فيها في ولايه مستغانم ونظن كذلك فرصه اليوم لان حاضرين هنا على التوجيهات اللي عطيتها المؤسسات الجامعيه وخاصه للاساتذه والطلبه والعمال لهذه المؤسسه وخاصه في المرحله اللي رانا نمر بها الان مرحله استثنائيه وطلبنا باش يكون في التفاهم نتاع الاسره الجامعيه للوضع الحالي والتفاهم على كل الاجراءات اللي رانا ناخذوها في هذا الاطار وينجموا كذلك يكون فيه تجنيد ويكون تساهم وتكون تضامن في هذا الوقت الحالي وشكرا. L'entreprise, elle va valoriser les déchets sous forme de taxes et contrats pour les sportifs.